السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. سنناقش فيها تطورات الوضع الاقتصادي وأيضا التصريحات الحكومية بشأن السعي لإنقاذ وسحب بساط البنك المركزي وانتزاع الموارد الاقتصادية من فم الميليشيا الانقلابية. كشف وزير الخارجية عبد الملك المخلافي عن تحركات تجريها الحكومة لدراسة عدة خيارات لإنقاذ اقتصاد اليمن. المخلافي قال في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أنه ناقش مع محافظ البنك المركزي الذي وصل إلى الرياض حديثا الوضع الاقتصادي، إضافة إلى التواصل مع البنك الدولي والمجموعة الراعية والاتحاد الأوروبي. وذكر المخلافي أيضا أنه في الآونة الأخيرة بدأ العالم يتفهم الوضع الاقتصادي وعبث الحوثيين بالاحتياطي النقدي، لافتا إلى أن الحكومة ستمارس حقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن عدم تزويد الحوثيين بالمال في الوقت ذاته، دفع الاقتصاد الوطني ليكون في حالة مستقرة وعدم التدهور أكثر مما هو عليه الآن، مع ضمان تدفق الأموال وصرفها على المستحقين بما في ذلك صرف الأجور للعاملين في جميع المناطق. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما طبيعة المساعي الحكومية التي تجريها من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني، وما هي الإجراءات التي تتحدث عنها الحكومة في هذا الخصوص، وهل ستصلح الحكومة ما أفسدته الميليشيا على المستوى الاقتصادي قبل حدوث الانهيار الكبير؟ أسئلة نضعها على ضيوفنا من الرياض عضو اللجنة الاقتصادية العليا الدكتور محمد حلبوب، ومن القاهرة سينضم إلينا رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، على أن ينضم إلينا لاحقا من صنعاء أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور محمد علي كلهيب. لكن مشاهدينا قبل البدء نذهب لمشاهدة هذا التقرير. على هامش الحرب تدور معركة أخرى بين الحكومة وميليشيا الحوثي والمخلوع على الجبهة الاقتصادية. هذه المعركة وإن كانت قد حسمت في وقت سابق لمصلحة سلطة الميليشيا الحاكمة في صنعاء من خلال الضغوط الدولية التي منعت الحكومة من نقد المؤسسات المالية أو التصرف بها، إلا أن الحكومة عادت مؤخرا لتفعل هذا الملف وتكثف من جهود استعادة هذه المؤسسات، ولكن بعد أن خرجت عن الصلاحية وباتت على وشك الانهيار. حالة الانهيار الاقتصادي التي تشهدها البلاد والضائقة المالية التي تعانيها الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن دفعت الحكومة إلى الإعلان عن رفضها لما سمي بالهدنة الاقتصادية والبدء بخطوات عملية نحو الاستقلال المالي والاحتفاظ بإيرادات المدن المحررة لتمويل برامجها ومعالجة أزمات انعدام الخدمات الأساسية في تلك المناطق. نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أكد في تصريحات صحفية عن تحرك تجريه حكومته لدراسة عدة خيارات إنقاذ اقتصادية، مؤكدا أن الحكومة ستمارس حقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن عدم تزويد الانقلابيين بالمال، وفي الوقت نفسه إيقاف تدهور الاقتصاد مع ضمان تدفق الأموال وصرفها على المستحقين بما في ذلك صرف الأجور للعاملين في جميع المناطق حسب قوله. وفيما تسعى الحكومة إلى إنهاء سيطرة الميليشيا على المؤسسات المالية، يرى مختصون اقتصاديون أنه يمكن للحكومة السيطرة على السيولة النقدية دون الحاجة إلى نقل البنك المركزي أو تغييره ببنك موازن، وذلك من خلال تفعيل البنك المركزي في عدن والمحافظات المحررة وإنشاء وحدات خاصة تمكن التجار والمستوردين من فتح اعتمادات لاستيراد السلع والخدمات بالتعاون مع دول التحالف. تتعاظم الانهيارات وتتضائد الخيارات أمام الحكومة في ظل وصول الأزمة الاقتصادية إلى درجة لم يعد بالإمكان تلافيها دون أن تتعرض الحكومة لغضب دوائر صنع السياسة الاقتصادية الدولية، والتي كانت سبباً رئيسياً في الوصول إلى هذه المرحلة من الانهيار بحسب بيان سابق للحكومة. فهل ستجرؤ الحكومة على المضي في هذا الخيار؟ وهل سيقتنع المجتمع الدولي بمبرراتها بعد أن ثبت فشل السياسات السابقة؟ إذن مشاهدينا، لمناقشة تطورات الوضع الاقتصادي في البلد سينضم إلينا الآن من القاهرة رئيس مركز الإعلام الاقتصادي نصر طه أو مصطفى نصر مساء الخير سيد مصطفى. مساء النور سيد مصطفى. تتحدث الحكومة عن إجراءات معينة تسعى من أجلها لضمان انتزاع الموارد الاقتصادية للبلاد وإنقاذه، هل ترى أن لدى الحكومة القدرة على فعل ذلك في هذا الظرف؟ ألو؟ نعم سيد مصطفى، تسمعني؟ لا، ما سمعت السؤال، نعم، كنت قد سألتك، يعني تتحدث الحكومة عن إجراءات معينة تسعى من أجلها لضمان انتزاع الموارد الاقتصادية للبلاد
ومن ثم إنقاذها، هل ترى أن لدى الحكومة القدرة على فعل ذلك في هذا الظرف؟ في الحقيقة أنه الحكومة من خلال المعطيات الراهنة كانت مساهمة في عملية ضياع الموارد خلال المرحلة الماضية بموافقتها على هدنة لم تراقب تنفيذها. وبالتالي كان بإمكان الحكومة أن توقف على سبيل المثال عملية استنزاف الاحتياط النقدي للعملات الأجنبية، كان بإمكانها أن تحذر وأن تظهر تجاه ما تم من قهر للموظفين في الدولة لمنع المناطق أو حرمان المناطق المحافظات المحررة من المبالغ المالية المخصصة لها، وكثير من القضاء في للأسف الشديد الحكومة ظلت متفرجة وكانت جزء أو كانت مساهمة فيما حدث من استنزاف للموارد ومن تدهور وصل إلى ما وصل إليه الآن بعد اقتصادي كبير. هذا نقطة فيما يتعلق بقدرتها الآن أو استعدادها. أنا أعتقد أنه في الدرجة الأولى يعود إلى الحكومة ذاتها، وكل المؤشرات تؤكد أن الحكومة ليست حتى الآن قادرة إلى درجة كبيرة لإدارة الشأن الاقتصادي، ولكن هذا يعني خيارها إما أن تقدم استقالتها أو تقبل بهذه المهمة الصعبة. وكانت الخطوة الأولى لهذا العمل هو عودتها إلى الداخل، عودتها إلى داخل اليمن، والآن يتطلب بعد هذه العودة أن تبدأ بإجراءات ترتيب الوضع والسيطرة الجديدة على إدارة الاقتصاد وإدارة الشأن الاقتصادي. يتمثل هذا أولا بإيجاد المكان الملائم لإدارة الشأن الاقتصادي، ثم الاستفادة من الخبراء في كل القطاعات التي تحتاجها، إعداد خطة وموازنة موازنة طوارئ للمرحلة المقبلة، البحث عن موارد سواء كانت عبر الموارد النفطية والغاز أو خلال جمع الموارد. نعم سيد مصطفى، يعني أنت ذكرت وغيرها. أنت ذكرت مجموعة من النقاط، يعني كيف للحكومة تحقيق كل ذلك؟ نعم سيد مصطفى، أنت ذكرت مجموعة من النقاط، كيف يعني يمكن للحكومة تحقيق كل ذلك في ظل أن هذه الحكومة لا يتواجد لديها ميزانية تشغيلية؟ الميزانية التشغيلية ستأتي في حال الحكومة وضعت لنفسها خطة وموازنة وبدأت لاستقطاب الموارد لها. يعني ماذا ينقص الحكومة من أنها تتخذ قرارات وتنسق لتنفيذ هذه القرارات على المستوى المحلي على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي؟ يعني كان تواجد الحكومة خارج اليمن ربما أحد الأشياء المعيقة، لكن عودتها إلى اليمن يتطلب منها أيضا أن توجد المكان الملائم للبدء بممارسة صلاحياتها، وأن تعد الخطة اللازمة لاستقطاب الموارد سواء كان بالتواصل مع دول الإقليم أو مع دول العالم. وبالتالي هي حكومة شرعية ومعترف فيها، لابد أن تتخذ القرارات التي تتطلبها هذه المرحلة. ومن غير المعقول أن تظل حكومة مكتوفة الأيدي مفلتة، يعني هذا كلام لا يستقيم، وبالتالي يعني يجب عليها أن تقدم استقالتها إذا كانت غير قادرة على إدارة هذه المرحلة. نعم سيد مصطفى تكرم بالبقاء معنا، سينضم إلينا الآن من الرياض عضو اللجنة الاقتصادية العليا الدكتور محمد حلبوب. دكتور مساء الخير. مساء النور والسرور وعيد مبارك، كل عام وانتم طيبين. وأنت طيب دكتور. بداية يعني يجري الحديث عن إجراءات تتخذها الحكومة من أجل انتزاع الاقتصاد الوطني من مخالب الميليشيا الانقلابية، ما هي هذه الإجراءات؟ طبعا الحكومة أو الشرعية بشكل عام ارتكبت خطأ فاجح، وهي إبقاء البنك المركزي بيد السلطة الانقلابية. وقد نبهنا إلى ذلك كثيرا، وهو لب المشكلة. الإجراءات القادمة التي تقوم بها الحكومة هي إجراءات كان يفترض أن تتم منذ أكثر من عام، منذ بداية الحرب، وكان يفترض تجميد الاحتياطي النقدي الخاص بالبنك بالدولة، وهو الاحتياطي الذي كان خارج البلد
ولم يكن داخل البنك المركزي في صنعاء، كان في البنوك الأجنبية، وقد نبهنا إلى ذلك مرارا وتكرارا بما فيها على قناتكم المبجلة. أيضا الإجراءات الآن هي تلك الإجراءات التي كان يفترض أن يتم العمل بها منذ سنة أو أكثر، وهي نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن إلى العاصمة المؤقتة، وهي توريد الإيرادات المختلفة من إيرادات النفط وإيرادات الغاز أو إنتاج وتصدير النفط والغاز الواقع في المناطق المحررة، وذلك من أجل الحصول على إيرادات، ولكن هذه الإيرادات لا يمكن أن تتم إلا بوجود حوض، إلا بوجود مؤسسة لاستقبالها. هذه المؤسسة هي مؤسسة البنك المركزي. نقل البنك المركزي هو الركيزة الأساسية التي يمكن أن تنطلق منها الدولة في الحصول على إيراد هذا. الآن التوقيت، لكن دكتور هناك يعني دوائر غربية ضد قرار كهذا. لم أسمع السؤال. هناك دوائر غربية وأوروبية ضد قرار كهذا على ما يقال. نعم نعم، أنا أؤكد هذا الكلام، وأؤكد تماما بأن السفير الأمريكي يعني كان له دور أساسي في رفض تحويل البنك المركزي، على خوفا من أن يكون هناك عامل من عوامل الانفصال، ولكن هذه التخوف قد انتهى زمنه، ولم يصبح الانفصال يعني وارد ولا يمكن تحقيقه الآن، وبالتالي لا توجد هناك أي مبررات لبقاء البنك المركزي في صنعاء. هل ما زالت هذه الدوائر متمسكة بمواقفها؟ نعم، لا تزال الدوائر الخارجية وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن سفر وزير المالية إلى الكويت مع محافظ البنك المركزي الأستاذ محمد عوض بن همام، ومناقشتهم لهذه القضية بشكل كامل يعني فتحت مجال للنقاش حول هذه الموضوع، وهناك إجراءات عملية تتم الآن حاليا. إجراءات كان تأخرت كثيرا ولكنها الآن بدأت، لنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء، العاصمة المحتلة صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة في عدن، وهذا سوف يسمح بتصدير النفط الموجود في ميناء ضبة، وتصدير النفط أيضا الموجود في رأس عيسى، وكذلك تصدير الغاز والحصول على الإيرادات. بغير هذه الإجراءات لا يمكن للحكومة الاستمرار لأنها بدون إيرادات مطلقا. ولكن أحب هنا أن أترك ملاحظة، إن التوقيت الحالي هو توقيت يعني سيء بكل أسف. نحن الآن أو المجتمع الدولي الآن يستخدم ضغوطات شديدة، من ضمنها ضغوطات مالية. نحن الآن في صنعاء وفي في عدن وفي الرياض، ويعني في حال ضغوطات شديدة، تم قطع كل التمويل من قبل التحالف، من قبل السعودية، من قبل دول التحالف، من قبل العالم، كنوع من أنواع الضغوط على الحكومة لكي يتم في الكويت. هذا ما يحدث مؤخرا دكتور. هذا ما يحدث مؤخرا، وبالتالي هذا التأخير. نحن كنا نصرخ، لا نصيح فقط ولا نتحدث، بل صرخنا انه يجب نقل البنك المركزي سابقا، لكنهم تأخروا كثيرا. نحن الآن في حالة ضغوطات مالية على الحكومة، على رئيس الجمهورية، على رئاسة الجمهورية، على الجميع، من أجل إنجاح مشاورات الكويت. هذه الضغوطات من ضمنها ضغوطات المالية الحالية التي تتم الآن بعدم إعطاء ميزانية تشغيلية للحكومة. نعم، تكرم بالبقاء معي دكتور. سأعود بالسؤال لرئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر. سيد مصطفى، الدكتور محمد حلبوب يتحدث عن أن هناك إجراء فعلي لنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن. يعني ما ذكره الدكتور أنه سيتم نقل هذا البنك، هل هذا يعتبر إجراء في الإطار الصحيح في مسألة الحفاظ على الاقتصاد اليمني من الانهيار الكامل؟ عفواً،
سيد مصطفى، يعني كنت قد سألتك أن الدكتور محمد حلبوب يتحدث عن أن هناك إجراء فعلي لنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن. هل هذا الإجراء يعد خطوة في مسار يعني إصلاح الوضع الاقتصادي وأيضا منع الانهيار الكبير؟ هي ليست الحل السحري أن يتم نقل البنك المركزي. هناك متطلبات أساسية يجب أن تقوم بها الحكومة قبل عملية النقل. بكل تأكيد كما قلت في سابقا أنه كان يفترض على الحكومة أنها حتى في ظل الاتفاق على أن يكون البنك المركزي محايد أن تظل تراقب أداء البنك المركزي، لكن للأسف الشديد لم تقم بهذه الخطوة وحدث ما حدث من انتهاكات أو من اختراقات لهذا الاتفاق الذي تم وإن كان غير مكتوب وبرعاية دولية. النقطة الأخرى، ليس الحل السحري أن يتم النقل بعدم، ورغم أن التأكيد أنه بكل تأكيد يجب على الحكومة أن تدير الملف الاقتصادي بما فيها البنك المركزي، لكن هناك متطلبات أساسية، بمعنى توجد المعطيات الأساسية التي كانت غائبة خلال المرحلة الماضية، أن تعطي الثقة أنها قادرة، أصبحت قادرة على تحمل المسؤولية، وأنها فعلا أصبحت موجودة على الأرض وتتعامل وسيتم التعامل مع كل موظفي الدولة بمنظار واحد، سواء كانوا في المحافظات المحررة كلها. نعم. ولا نريد أن يتكرر نفس السيناريو، بمعنى أنه يعني يكون هناك تمييز في التعامل وغيرها. يجب أن يكون هناك أن تنتقل الإدارة وأن يكون هناك إدارة كبرى للبنك المركزي بغض النظر سواء كان في عدن أو في غيرها. المتطلب الآن أنه يتم على الأقل نقل أو إنشاء وحدات مستقلة لإدارة ما يتعلق بأيضا دعم الواردات، ما يتعلق بعملية استقطاب الموارد والإيرادات وبيع النفط والغاز وغيرها، تمهيدا لإدارة الملف الاقتصادي بشكل عام وليس يعني كل دفعة واحدة. الموضوع الآخر أيضا، إذا تحدثنا أيضا عن وزارة المالية، عن المؤسسات المالية التي يفترض أن تكون موجودة وقادرة على العمل، للأسف الشديد الحكومة الشرعية أو وزارة المالية التابعة للشرعية هي مكونة من 3 إلى 4 أشخاص، يعني أمين صندوق ووزير مالية ونجله تقريبا. هذا كل ما في الأمر. هذه لا يمكن أن تكون وزارة مالية وتدير يعني مالية 80% من الأراضي اليمنية وعدد كبير من موظفي الدولة، لأنه في حال الحكومة تسلمت زمام الأمور الاقتصادية لابد أيضا أن تكون مسؤوليتها كل موظفي الدولة، سواء كانوا يعني تحت إطار سلطتها أو في غير إطار سلطتها. طيب سيد مصطفى، تحتاج كما قلت إلى إجراءات تعزيز الثقة، وتحتاج أيضا إلى جهد دبلوماسي وجهد يعني من العلاقات مع دول الإقليم ودول العالم. الآن الحكومة فعلا تركت لوحدها فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية، وهذا خلل كبير. يفترض أن تستعيد الثقة، أن تشتغل على المحور المحلي، بمعنى نقل الإدارات وبالتالي لتصبح تحت سيطرتها، وبالمقابل أيضا لابد أن تتوسط ذلك على المستوى الإقليمي والدولي، وتوجد لها داعم وحاضن على المستوى الإقليمي والدولي، بحيث أنها تستطيع أن تكون قراراتها أيضا نافذة، وبالتالي أيضا لا يمكن أن يستقيم حالها بدون أن يكون هناك دعم إقليمي ودولي. نعم سيد مصطفى، يعني لو تحدثنا عن خلال عامين، خلال المرحلة الماضية هو كان السبب الرئيسي في الحفاظ على العملة، تقريبا في حدود 4.5 مليار دولار حجم المساعدات والمنح التي قدمت من دول الخليج ومن دول العالم خلال العامين الماضيين. هذا هو كان أحد الأسباب لاستقرار العملة وأيضا لحالة الاستقرار النسبي الذي حدث في الاقتصاد اليمني. نعم، هو هناك حديث يعني وأكده الدكتور محمد حلبوب عن أن هناك إجراءات بوقف ضخ السيولة المالية للبنك الذي تسيطر عليه الميليشيا حاليا. يعني سيد مصطفى، لو تحدثنا عن ما يسمى بالهدنة الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي، ماذا ترى فيها أنت كمختص وخبير في الشأن الاقتصادي؟ أنا قلت أن هذه الهدنة كانت أشبه فخ وضع للحكومة
وعندما عادت الحكومة إلى الأرض وجدت نفسها عاجزة ومشلولة بل ومفلسة وغير قادرة على التحرك، لأنه من يمتلك المال يمتلك القرار، هذه قاعدة لا يمكن يعني العمل بدونها. وبالتالي هذا الفرق يمكن تجاوزه الآن من خلال هذه الإجراءات التي تكلم عليها الدكتور محمد حلبوز، لكن لابد أن تكون إجراءات فعلا إجراءات كفأة، أن يكون العمل الإداري في إطار الحكومة لابد أن يكون يتوافق مع الكفاءة والشفافية، لأنه أن يتم أن يقوم بعض الوزراء بتعيين أبنائهم، أن يكون هناك محزوبية في التعيينات، هذه أيضا مشكلة لا يمكن أن نتجاوز مشاكلنا، وهذه الطريقة في إدارة شأن الدولة أو الدولة تدار بهذه الطريقة، هذا للأسف الشديد لن يجعل لن يكون هناك حل ما دام أن هذه هي طريقة التعامل أو هذه هي طريقة اختيار سواء كانوا كادر الوزارات وغيرها. العملية حساسة وتحتاج إلى كثير من الدقة، إلى كثير من الكفاءة، هذا لكي لا يشعر الناس بالإحباط، ولكي لا تتضاعف مشكلة اليمنيين سواء كان فيما يتعلق بالخدمات أو ما يتعلق بإدارة الشأن الاقتصادي ككل. نعم أشكرك. يعني خلال الأشهر القادمة قد لا يعني يستطيع البنك المركزي أن يواجه المالية، أن يواجه نفقات المرتبات، وبالتالي هناك مسؤولية كبيرة الآن ستتسلم الحكومة الملف الاقتصادي. والبنك المركزي مخلص من عملية الاحتياط النقدي، هناك ديون محلية وصلت إلى أكثر من 26 مليار دولار، هناك سحب على المكشوف، هناك يعني استنفاد لكافة الموارد الخاصة بالمؤسسات الاستثمارية، المؤسسات التأمينية وغيرها من المؤسسات، هناك حالة من الانهيار الشامل، هذا يعني يتطلب فريق من الحكومة ودراية وايضا خطة. نعم وضحت الصورة سيد مساعدة خبراء سيد مصطفى محليين ودوليين لتجاوز هذه المشكلة. نعم اشكرك السيد مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي. نعود بالسؤال إلى الدكتور محمد حلبوب. دكتور، يتحدث بعض الخبراء الاقتصاديين ومن ضمنهم أيضا السيد مصطفى نصر عن أن عملية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ليست هي الحل بالنسبة للانهيار الذي يعانيه الاقتصاد اليمني، بينما هناك إجراءات كثيرة أنتم تعلمونها. أنا أقول إنه الخطوة الأولى في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب هي نقل البنك المركزي. لماذا؟ لأنه مثلا حصلت الحكومة على 5 مليون دولار مساعدة وأرادت أن تحولها إلى حساب ما، فرفض المجتمع الدولي وهيئة المقاصة الدولية رفضت إلا أن تحولها إلى البنك المركزي، وبالتالي كان من الصعوبة أن تحول المال الذي حصلت عليه الحكومة لصالح محمد علي الحوثي. وكذلك أرادت الحكومة أن تصدر 3 مليون برميل من النفط الجاهز الموجود في الخزانات والموجود من يشتريها، ولكن واجهتهم نفس المشكلة، وهي أنه هيئة المقاصة الدولية والمجتمع الدولي ممثل بالولايات المتحدة وبريطانيا ودول التحالف قالوا أنه يجب أن تحول إيرادات النفط إلى البنك المركزي حتى للحفاظ على العملة وإلى آخره من هذا الكلام، ولكن البنك المركزي موجود بيد السلطة الانقلابية، إذا كل إيرادات يمكن أن تحول إلى البنك المركزي سوف تصب في مصلحة الانقلابيين وسوف تصب في مصلحة إطالة المعركة. أنا شخصيا في أكثر من 10 مرات وعلى أكثر من 7 قنوات فضائية كنت أحذر من أنه بقاء البنك المركزي في صنعاء يعني بقاء المال لصالح الحوثيين. الحوثيين يستخدمون الثغرات الكبيرة الموجودة في الميزانية الدولة، من ضمنها أنه مخصص للجيش 296 مليار، هذا المخصص ليس مخصصا محددا للباب الأول والثاني أو الثالث، يتم إعطاؤه للجيش كدفعة واحدة وبالتالي على شكل أقساط شهرية،
كل شهر 25 مليار، وبالتالي فإنه الجيش الموالي للحوثيين يستخدم هذه الأموال، وأي إيرادات من الخارج لا يمكن أن تصب إلا إلى البنك المركزي، وبالتالي ليس هناك أي حل سوى نقل البنك المركزي إلى عدن، وعندها تستطيع الحكومة أن تبيع البترول وأن تصدر الغاز، أن تصدر البترول الموجود في رأس عيسى حتى، وكذلك أن تحصل على معونات وأن تحصل على إيرادات. طبعا الخوف كان كله هو من أنه نقل البنك المركزي إلى عدن قد يؤدي إلى الانفصال، وأنا أقول أننا يجب أن ننشئ حكومة في عدن، وهذه الحكومة مع البنك المركزي مع وزارة المالية سوف تضع الحوثيين أمام أمر واقع، أما أن يعلنوا هم الانفصال وبالتالي يعني هم يتحملون المسؤولية الكاملة وسيفشلون وستعود الدولة الاتحادية بكل نجاح، وأما أن يرضخون ويستسلمون بدون هذه الخطوة لا يمكن حتى الانتصار، الانتصار العسكري. لكن دكتور في الوقت الحالي مستحيل، لأنهم قد ينسحبون من العاصمة صنعاء وينتقلون إلى الجبال ويبدأون بكفاح مسلح لن ينتهي، وبالتالي أنا أقول إن هزيمة الحوثيين إلا هزيمة اقتصادية. لكن دكتور في الوقت الحالي هناك شكاوي من قبل بعض الأعضاء في الحكومة أن الحكومة لا يوجد لديها ميزانية تشغيلية لتسيير أعمالها. الحكومة لا يوجد لديها ميزانية تشغيلية كشكل من أشكال الضغوط من أجل إنجاح المشاورات في الكويت، هذا هو الآن الوضع الحالي، لكن الحكومة كانت لديها يعني موارد في الفترة الماضية، وهذه الموارد ذهبت، لم يتم استغلالها الاستغلال الكافي. الآن نحن أمام أمر واقع في ضغوطات دولية بعدم إعطائك أي ميزانية تشغيلية، وأنت غير قادر على الحصول على إيراداتك الذاتية. نحن لن نظل إلى الأبد بالاعتماد على المجتمع الدولي وعلى المملكة العربية السعودية، هذا خطأ فادح أن نظل معتمدين اعتماد كامل في ميزانيتنا التشغيلية على المملكة العربية السعودية. نعم دكتور، فيما يتعلق بالبنك، دكتور فيما يتعلق بالبنك، نعم. يعني هل ما يتداول في شأن البنك هو نوايا للحكومة أم أن هناك خطوات عملية بدأت بالتنفيذ في هذا الجانب؟ هناك إجراءات عملية لا أستطيع البوح بها لحتى لا تؤثر على الوضع الاقتصادي أو على الإجراءات نفسها، وبالتالي هذه الإجراءات سوف تؤدي إلى ما سارت إلى نهايتها، إلى نقل البنك المركزي من صنعاء إلى يعني هذه العملية ستكون قريبة أم أنها ستأخذ وقت أطول؟ ستكون إن شاء الله، نحن نسعى أن تكون قريبة جدا، والحكومة لن تستطيع الاستمرار ما لم تسرع بهذه الإجراءات. هناك إجراءات تمت فعليا من خلال الربط يعني الفضائي اللي هو الربط بالقناة، أنت تعرف أن أيضا أن الاتصالات كلها موجودة تحت سلطة الحوثيين، الاتصالات، وبالتالي لا يمكن بناء يعني أو نقل البنك المركزي وأن يكون عمله بشكل يسير إلا بموضوع الاتصالات، وهي هناك إجراءات في هذا الجانب، في جانب الاتصالات، في جانب البنك المركزي، في جانب أيضا الوضع الدولي، وإجراءات تفصيلية إن شاء الله سوف تؤدي قريبا وغريبا جدا إلى نقل البنك المركزي إلى عدن. نعم أشكرك الدكتور محمد حلبوب عضو اللجنة الاقتصادية العليا، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. إذن مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي السيد مصطفى نصر، وأيضا أشكر رئيس أو عضو اللجنة العليا دكتور محمد حلبوب، وأعتذر على عدم القدرة للتواصل مع أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء دكتور علي سيف. كما أيضا بالختام مشاهدينا أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة، وهذه تحياتي وتحيات جميع أفراد طاقم العمل، وأيضا تحيات المعد لهذا البرنامج الزميل محمد القاسم. حتى الملتقى أترككم في رعاية الله.